هل طاعة ولاة الأمور طاعة مقيدة أو مطلقة؟ قال الله جل وعلا في الآية التي سمعتموها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. فطواعية الله عبادته وطاعته مطلقة سبحانه. قال: وأطيعوا الرسول. وطواعية الرسول عبادة لله واتباع للرسول وهي مطلقة، لأن الرسول يأمر بأمر الله وهو مرسل من الله. قال جل وعلا: وأولي الأمر منكم، ولم يعد الفعل أطيعوا مرة ثالثة، فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم، إشارة إلى أن طاعة ولاة الأمور كطاعة الوالدين أيضا أنها ليست مطلقة، وإنما طاعة مقيدة بالمعروف. دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سرية أمر عليهم أميرا، أمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. وكشأن المسافرين مع بعضهم، يحصل بينهم مغاضبة ويحصل بينهم محاققة، فأغضبوه، فأمرهم أن يجمعوا حطبا فجمعوا، فأمرهم أن يوقدوها نارا فأوقدوها. قال: ألم يأمركم رسول الله أن تطيعوني؟ ادخلوا في هذه النار. فهم بعضهم بدخولها استلحاظا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بطاعته، فقال فقهاؤهم وعقلاؤهم: إنما أطعتم رسول الله فرارا من النار. فتريثوا: لا تستعجلوا. رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأخبروه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام متوعدا: لو دخلوها ما خرجوا منها. إنما الطاعة بالمعروف، إنما أسلوب حصر الطاعة لمن أوجبت طاعته غير الله ورسوله بالمعروف، أي بغير معصية. ولهذا لو أمرك أبوك أو أمرتك أمك بمعصية فلا يصح لك أن تطيعهما في هذا المعصية، وأنت مأمور بأن تبرهم في سائر أمورك. فأعظم المعاصي الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. كذلك الشأن في ولاة الأمور من الأمراء والعلماء، الطاعة بالمعروف.